الحمد لله كنا جزء في هذه المنظومة، وأن احنا ننجح في إظهار البطولة الخامسة للجمباز الفني يعني بهذه الصورة، الصورة الحضارية، استطعنا أن نرتقي في مستواها إلى أعلى المراتب. وهذا مش كلامي، هذا يمكن يعني شهادة من الاتحاد الدولي، من رئيس المسابقات الاتحاد الدولي، قال هذه أفضل بطولة حضرتها وشاهدتها لما تتوافر فيها شروط وعوامل النجاح. نعم. طيب اسمح لي ايضا ارحب بالزميل عبد الله خاطر، صحفي رياضي بجريده الرايه، معنا على الهواء مباشره. زميل عبد الله مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيك. يا اهلا بك استاذ المستمعين، وكل التحيه والتقدير للاستاذ علي الهيتني رئيس الاتحاد الرياضي الخاص. اهلا وسهلا بك. يعني في البدايه يا ريت لو زميل عبد الله تقيم لنا بطوله كاس التحدي بشكل عام. يمكن بصراحه شديده، يمكن كل اللي لمسناه كاعلاميين وايضا من خلال الحديث مع مسؤولي الاتحاد الدولي وجميع ضيوف البطوله، اتحاد الجمباز قدر بالفعل انه يحقق نجاح غير عادي وغير مسبوق بالنسبه للبطوله، خاصه ان احنا اذا وضعنا في اعتبارنا ان عمر اتحاد الجمباز هو 10 سنوات، ولكن خلال هذه السنوات العشر اعتقد ان هو عمل الكثير من الانجازات وكثير من التحدي، ويؤكد ان رجال الاتحاد القطري للجمباز بالفعل يستحقون الثناء والتقدير على كل ما بذلوه. حققوا نجاح غير عادي في هذه البطوله، وده يعني يعد مؤشر جيد جدا واضافه جديده للرياضه القطريه وللتنظيم القطري الناجح، واللي بالفعل الكل بيلمسه في كل البطولات اللي بتقام على ارض قطر، وده بالفعل لتتويج غير عادي لاتحاد الجمباز وكل القائمين على الرياضه القطريه خلال السنوات الاخيره. نعم. طيب السيد علي بن احمد الهيتني، كيف رايت البطوله من الناحيه الفنيه تحديدا؟ طبعا البطوله هذه تختلف عن السابقه، كان مستواها الفني جدا جدا مرتفع، والاسباب لوجود ابطال عالميين، ابطال اولمبيين مشاركين في هذه البطوله، منهم الصيني كوزاي، ومنهم اللاعب البريطانية كريستيانا، ويعني ايضا اللاعب الرومانية، يعني في ابطال على مستوى اولمبي وعلى مستوى دولي وعالمي حضروا البطولة هذه، فكانت البطولة عالية جدا في مستوياتها وعالية جدا في درجة التنافس، فكانت فعلا ناجحة من ناحية الفنية بشهادة من حضر. نعم ولله الحمد. طيب يعني لو تعطينا أهم النتائج اللي حققها العنابي من خلال مشاركته في البطولة. طبعا البطولة هذه يعني تأهل عناصر في حصان القز، أيضا لا أنسى دور الأحمد ومالي ومحمود وأيضا الجازي، يعني كان أداهم أداء مشرف يعكس ارتقاهم بمستوياتهم، ويعكس اهتمام القائمين على الرياضة ورياضة الجمباز بالتحديد على تطور المستوى، المستوى قاعد يتطور، وخصوصا أن يعني تأهل ناصر يعني دور الى النهائيات، ويعني ناصر أدى القفزة الأولى بكل اقتدار، كان يعني درجته عالية، لكن في القفزة الثانية أقول يعني قدر الله ما شاء فعل، يعني دحلقت يده على الحصان فأدى إلى أن ما أدى جملة، لكن ناصر لاعب يعني عنده الكثير عشان يعطي، وباقي اللاعبين احنا راضين كمسؤولين عن الاتحاد، راضين عن المستوى اللي ظهروا به، خصوصا ان احنا يعني تأهلنا إلى نهائي وسط من؟ وسط عمالقة اللعبة ووسط الكم الهائل من اللاعبين ذو المستوى العالي، هذا يعني انا في تصوري الخاص ان هذا انجاز يحسب للاعبين نفسهم، يحسب للاتحاد، ونتمنى ان شاء الله ان يرتقي دائما المستوى ويعلو، وعلشان نحقق يعني اهداف الاتحاد واهداف القائمين على الرياضه باذن الله. لكن يعني السيد علي علمنا ان ناصر الحمد شارك يعني بالرغم من اصابته، ممكن اصابته هي اللي خلتها يعني ممكن اثرت على مستواه؟ لا، ناصر راجع، هو من يعني من مرحله استشفاء من الاصابه، وناصر لو ما كان جاهز ما كان لعب، ولو ما كان جاهز ما وصل الى هذا المستوى، انه يتاهل كان يعني في حد ذاته لو لاعب يعني كان مصاب ما يقدر يصل الى ما وصل له، وانه يتاهل وسط هذا الكم الكبير من الابطال،
ناصر يعني ادى القفزه الاولى يعني كان ترتيب الثاني، لكن في القفزه الثانيه ما توفق، وسبب انه يعني يده اتسقت على طاوله القفزه او حصان القفز، فما الله كتب له ان التوفيق فيها. يعني انا يكفيني ان ناصر يشعر، جاني وقال لي كابتن انا اسف، وكان ودي احقق شيء لقطر وللاتحاد، لكن ان شاء الله المرات الجايه اوعدك اني انا يكون تركيزي اعلى ويكون ان شاء الله يعني مستواي افضل. وهذا في يعني طالما الروح هذه موجوده تاكدي انه يعني حيكون ان شاء الله في تحقيق لهدفنا المشترك ان احنا نرفع اسم قطر. بالتأكيد يعني الروح والعزيمة والإصرار دائما موجودة عند لاعبين في تحقيق الإنجازات والتفوق في جميع البطولات. نعود لك الزميل عبد الله، يعني ماذا عن وجهة نظرك، كيف رأيت البطولة من الناحية الفنية؟ يمكن البطولة من الناحية الفنية كانت قوية للغاية، يمكن شفنا على مستوى الرجال كان في أبطال عالميين كبار سواء من الصين أو من دول أوروبا، أيضا من الوطن العربي من مصر كان في لاعبين مميزين، ومن قطر طبعا شفنا الأداء المميز جدا لمصر الحامد البطل القطري اللي كنا يعني نتمنى إنه بالفعل يحقق إنجاز جديد للرياضة القطرية. لكن في كل الأحوال المستوى الفني كان مرتفع جدا وقوي، والمنافسة كانت قوية، وأنا شايف إن وجود أبطال عالميين في البطولة وقبل فترة وجيزة من أولمبياد لندن أعتقد إنه أدى بشكل كبير جدا للارتفاع الفني لمستوى البطولة، وده اللي إحنا لاحظناه من خلال المنافسات ومن خلال الصراع القوي جدا ما بين الأبطال العالميين على حظ المراكز الأولى. أيضا على مستوى السيدات يمكن كان في يعني ظهور قوي جدا لبطلات أوروبا ووجود أكثر من بطل عالمية وبطل أولمبيا في المنافسات البطولة، ده أضاف يعني منح البطولة إضافة كبيرة جدا، وأكد على أن البطولة اللي تقام في قطر أعتقد أنها تحظى بالترحيب والتقدير من جميع الأبطال العالميين اللي فضلوا أن هم يحضروا لهذه البطولة من أجل الاحتكاك والمنافسة قبل دورة الألعاب الأولمبية القادمة. نعم، لكن الزميل عبد الله قطر، يعني ألا ترى أن المشاركة الكبيرة من مختلف اللاعبين كما ذكرنا سيد علي بن أحمد الهيثمي تعكس أهمية هذه البطولة؟ طبعا اكيد، لان مع ظهور مثلا في البطوله الاولانيه يمكن كان الحضور قوي وجيد، لكن كل سنه عدد الدول بيزيد وايضا عدد اللاعبين المشاركين بيزيد والابطال العالميين بيزيد، وده اللي احنا لاحظناه يمكن السنه دي اكتر من السنه اللي فاتت، والسنه اللي فاتت كانت اكتر من اللي قبلها، فكل سنه بيولد نجاح جديد، وده بيؤكد ان قطر بالفعل قدرت انها تضع اقدامها على يعني تعتبر ارض صلبة جدا. واعتقد ان التفوق القطري في التنظيم وتنظيم البطولات وجذب الابطال العالميين واضح تماما من خلال هذه البطوله اللي انا شايف انها كانت ناجحه بكل المقاييس. نعم، طيب ايضا السيد علي بن احمد الهيثمي، ايضا اقامه البطوله في الدوحه بالتاكيد يعكس المكانه الرفيعه التي وصلت اليها رياضه الجمباز في قطر، الا ترى ذلك؟ مؤكد طبعا إقامة البطولة والنسخة الخامسة، طبعا يعني النسخة هذه الخامسة أصبحت يعني هي خبرات تراكمية للاتحاد القطري وتزيد من ثقة الاتحاد الدولي في قطر لتنظيم هذه مثل هذه البطولات. الثقة هذه ما جت من فراغ، أجت من وجود بنية تحتية وأرض خصبة لنجاح أي بطولة تقام على أرض قطر وخصوصا الجمباز. يعني في حفل التكريم أمس يعني كل الوفود يقول يعني كانوا إشادة كبيرة بالبطولة، وجود البطولة ونجاحها، لأن يعني للأسباب الكبيرة اللي ذكرناها مقومات النجاح كانت متوفرة في هذه البطولة والبطولات السابقة، أدى إلى أن البطولة هذه تأخذ وتسمع يعني في جميع أنحاء العالم خصوصا في الجمباز، وكسب ثقة القائمين على الجمباز في مختلف الدول. البطولة أصبحت غاية وهدف لكل أبطال ويحرصون على المشاركة فيها للخدمات اللي تقدم في البطولة وللأجواء اللي يعيشها اللاعب كما يعيش في البطولات الأولمبية. الخدمات اللي تقدم على أرفع مستوى، لذلك الاتحاد الدولي لا يتوارى أبدا في إسناد أي بطولة تتقدم لها قطر في الجمباز أو في الرياضات الأخرى.
نعم. طيب السيد علي بن أحمد الهتمي، يعني لنتحدث قليلا عن مرحلة ما قبل انطلاق البطولة وهي مرحلة الإعداد. بالتأكيد مثل هذا الحدث الضخم والكبير، هذه البطولة الكبيرة تحتاج إلى إعداد جيد وإعداد مسبق، فكيف تم إعداد اللاعبين القطريين لخوض منافسات هذه البطولة؟ هل أقيمت أي معسكرات خارجية أو داخلية؟ طبعا البطولة هذه احنا يعني استعدينا لها بالنسبة للشباب، كان استعدادنا وخوضنا لبطولة الخليج اللي قيمت في الكويت، واللي بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنوا انه يحرزون المركز الاول في فئة العمومي، وهذا طبعا يعني يحسب لهم والقائمين على رياضة الجمباز انهم الان يعني في التصنيف الاول على مستوى الخليج لارتفاع المستوى، ومن خلال الاعداد لهذه البطولة كانت مشاركة في بطولة الخليج ونحن كسبناها. ثم اللعيبة كانوا في التمارين الاعتيادية ما كان هناك معسكرات، خصوصا لان يعني احنا فترة يعني فترة دراسة الطلاب يتعذر علينا، يعني عيالنا كلهم في الجامعات تعذر علينا ان احنا نعمل معسكر، خصوصا ان كنا في مشاركات كثيرة تأثر ايضا على التحصيل العلمي بالنسبة لهم، لكن احنا نعمل في توازن ما بين الجهد اللي يبذل في التمارين ايضا والمتابعة في التحصيل العلمي. طبعا هذا من ناحية اللعيبة، لكن بالنسبة كلجنة عليا او كلجان قائمة على البطولة، انا اتصور ان وصلنا يعني الى 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 مرحلة من النضج في اعداد والتنظيم والاستعداد للبطولات من خلال الخبرات التراكمية اللي مرينا بها من النسخة الاولى الى وصلنا الخامسة، وكانت يعني كل نسخة يعني تتميز عن الثانية، وكنا نظهر ودائما بصورة افضل، دائما كنا نحرص على ان احنا في نهاية كل بطولة نقعد كلجنة كاتحاد كافراد كفريق عمل واحد وندرس ما هي السلبيات. عمرنا ما نظرنا الى الايجابيات بقدر ما احنا دائما ننظر الى السلبيات، وكنا نحرص دائما على المشاركين وناخذ الفيدباك من عندهم اذا كانت هناك ملاحظات، اذا كان هناك امور تاثر على البطوله كنا دائما نحاول نجتهد وندرس كل يعني كل بطوله بعد كل بطوله حتى نصل الى يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن نحاول دائما نجتهد الى الافضل. نعم. طيب الزميل عبد الله خاطر الصحفي الرياضي بجلالة الراية، يعني هذه البطولة بالتأكيد تعد خير إعداد للاعبين قبل خوض غمار منافسات لندن، وهو الأهم وهي المرحلة الأهم للاعبين، ألا ترى ذلك؟ ما فيش شك طبعا، والبطولة بهذا الحجم وهؤلاء الأبطال أعتقد حتى احنا لو محققناش ميداليات في هذه البطولة، لكن الاحتكاك بأبطال عالميين بهذا المستوى ده خير إعداد للأبطال، ويكسبهم المزيد من الخبرة ويكسبهم المزيد من الثقة في أنفسهم ان هم في المشاركات القادمة. أعتقد ان الاتحاد القطري هيجني الثمار، وأعتقد انه هيكون إعداد مميز ليهم قبل دورة الألعاب الأولمبية وقبل البطولات العالمية القادمة. فطبعا احنا سعداء طبعا باضافه مثل هذا الحدث ومثل هذه البطوله، والنجاح اللي اتحقق في هذه البطوله اعتقد ان في النسخه القادمه من بطوله كاس العالم للتحدي اللي هتقام في قطر في النسخه السادسه، اعتقد انه هيدفع عدد اكبر من الابطال العالميين ان هم يشاركوا، واعتقد ان مستوى لاعبتنا هيكون افضل طبعا في النسخ القادمه، لان هم من كل مشاركه بيزدادوا ثقه في انفسهم وايضا بيستفيدوا خبره، وكل لاعب ومدرب بيبحث ما هي الاسباب التي حرمت اللاعبين من ان هم يحققوا انجاز او مستوى متقدم، وكل ده من الممكن ان يتم معالجته في الفتره القادمه، وان شاء الله نتمنى بالفعل انه يكون اللاعبين استفادوا، وايضا مدربينا وكل القائمين على الاتحاد ان هم يكونوا استفادوا كثير من خلال هذه النسخه الحاليه. نعم. اذا الزميل عبد الله خاطر الصحفي الرياضي بجريده الراي، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركه ويعطيك الف عافيه. اشكرك جدا. نعود للسيد علي بن احمد الهتمي، والسؤال الاخير لك سيد علي، يعني حاب اعرف خططكم للمرحله القادمه، المرحله المهمه، هل هناك اي خطط اعداد خاصه بالمشاركه في العاب لندن، معسكرات او غيرها؟ احنا طبعا يعني نتمنى ان شاء الله انه يكون التاهل الشادن من خلال الطاقه اللي تمنح من خلال اللجنه الاولمبيه الدوليه، وان شاء الله يعني متى ما تم حيكون هناك اعداد وبرنامج لها المشاركه. اتمنى فعلا انه يعني يكون لها الحظ ويكون لها النصيب انها تشارك
عند بطلة واعدة ولها مستقبل كبير، وأيضا يعني هذه فرصة أيضا لإحنا نبرز دور الفتاة القطرية ودورها في إظهار الرياضة القطرية وإلى ما وصلت إليه من خلال يعني مشاركتها في المسابقات، ليس المشاركة فقط إنما لإحراز واعتلاء منصات التتويج. نعم. إذا تمنياتنا لعناب الجمباز بالتوفيق إن شاء الله في جميع البطولات القادمة وتحقيق الإنجازات والانتصارات التي تعكس تطور هذه الرياضة في دولتنا الحبيبة قطر. السيد علي بن أحمد الهتمي رئيس الاتحاد القطري للجمباز، نشكرك جزيل الشكر على تواصلك الجميل والدائم معنا من خلال مشاركتك في ميادين الرياضة، ويعطيك ألف عافية. شكرا لك ليلى، وأشكركم أنتم لتواصلكم معنا ولدائما دائما لإظهار رياضة الجمباز ونشر ثقافة الجمباز على مستمعينا في دولة قطر. تحياتي لك. شكرا لك.